لالا نجية هذه المرة. لالا نجية صباح الخير. صباح الخير حبيبه ديالي. اهلا وسهلا. الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوا الحمد لله حبيبه ديالي. تحياتي لك ولكل طاقم مدينه اف. وتحياتنا لك ايضا. مرحبا بك. وعلى كل مستمعات كاع كاملين. اكيد. نعم. اذا شنو تقدمي لنا لالا نجية؟ غادي نعطيك حبيبه ديالي مادلين. مادلين هي؟ واه. غادي نعطيك المقادير ربع بيضات. ربع البيضات نعم. عندها 125 غرام زبده نتاع العبار. 125 غرام زبده العبار. عندنا فاني. فاني. 250 غرام دقيق. 250 غرام دقيق. عندنا 200 غرام سكر. 200 غرام سكر. وعندنا خمارة ونص. خمارة ونص. وعندنا 61 غرام زبيب للتزيين. 60 غرام زبيب للتزيين. وهادو هما المقادير. نعم. نمشيو للطريقة. كنضربو البيض مع السكر مزيان والفاني حتى كيبداو نضربو الضرب الكهربائي. عاد كيولي بحال الثلج. واه ماشي كنحل الكيس كيولي واحد اللون يعني شويه ثقيل. نعم. واه من بعد كنضربو مزيان ونزيد هذيك الزبده مذوبه هذيك 125 غرام غادي نذوبها حتى تعطينا كاس ما عامرش. غادي نبقى نزيدو الزبده بشويه بشويه وحنا كنضربو. نبقاو نحركو ونزيدو الطحين والخماره مغربلين. نعم. ونبقى نزيدو بشويه بشويه حتى كتخلط لنا العناصر كامله. ونكبدو ديك 60 غرام زبيب كنخلطوها شويه تاع الدقيق. كنخلطوها كنعمر كنقبدو ديك الكوعتات ديالنا كنديرهم في ليمون واللي ما عندوش ليمون يديرهم كيدوبل. من بعد كنعمرو دوك بالخليط كنعمرو دوك الكويستات وكنرشو بالزبيب الزبيب باش بغينا ندقق باش ما يهودناش الحس كيبقى. نعم باش كيبقى الفوق طالع يعني كيبقى شاد. نعم. واه صافي كندخلهم الفران ونديرهم لتحت حتى تبان ونخلقو نطلعهم الفوق يحمروا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه يا تبارك الله عليك. وهذو ملاح للوليدات ديالنا. ان شاء الله نجربوهم. تبارك الله عليك. شكرا لك. ان شاء الله. لا لا خطيك. الله يبارك فيك وتحيه لك ولكل متتبعينا.